كابتن سيد؟ طبعا، لان القرار فردي، يعني القرار فردي. طبعا يعني عمليه مؤسسيه، يعني زي ما قلت لك لجنه المسابقات مثلا اوكي حاطه جدول، يعني ما كانت حاطه المقاولين يوم 14/3 ونصر حسين ضاي يوم 17/3 اتاجل الماتش ده، ده مش قرار لجنه المسابقات طبعا. تمام اوكي. كانت حاطه مباراه 1/5 بتاعه الانتاج الحربي وتاجلت ل 15/5 وتاجلت تمام. يعني انت بتتكلم في ده قرارات ممكن تبقى تليفونيه، قرارات يعني مش عايز اخش في تفاصيل بقى لان يعني الموضوع كان بايخ جدا بالحقيقه. يعني طب وتفتكر كل ده بيحصل ليه يا كابتن سيد؟ بص، هو موسم يعني مش صعب بس في حته الامور التنافسيه او الفنيه تمام. الموسم كان في حاجات كتير جدا فيها علامات استفهام كبيره قوي، وحتى لما بتيجي تسمع مسؤول بيتكلم في الموضوع ده بتبقى عايز تحاوره. يعني هو بيتكلم في النص، لان هو زي ما قلت لك بياخد نص الكلام، يعني في ناس كتير تسمع لها فيقول لك نص الكلام، يقول لك طب ما هو الاهلي اتاجل له. طيب ماشي، ما انا اتاجل لي وانا وبعد كده اتضغطت، الساحل يعني. وانا اتضغطت من اللي قال كده. وانا اتضغطت ليه ما عملتش نفس الكلام في الحته الثانيه؟ يعني بياخد نص الكلام بس. طيب وانا اتاجل لي عشان اكون في نفس اليوم، على فكره ما تاجليش عشان بقى 4 ايام على الماتش. اوكي، يعني ما بتقولش مثلا النهارده اديني 4 ايام على الماتش مش كافي، ده انا مسافر جنوب افريقيا، ده ما اعرفش ايه. ان كان بيتاجل لي ان كان في نفس اليوم انا مش بروحين. يعني انت عارف لما قال له هلبس ال 11 فانيلا وبعدين البس ال 11 شورت والبس ال 11 ارفع 11 جزمه، مش هعمل كده، مش هقدر. يعني مش ماتش يوم 18 مثلا في الجزائر ويوم 19 العب في القاهره، مش هتيجي ازاي؟ او العكس، تتأجل. فلازم تتاجل لان في نفس اليوم. اوكي، فيقول لك لا اجلت لك، ما انت اجلت لي لان في نفس اليوم. انا هات لي مباراه كان فاضل 4 ايام واجلتها لي تمام. طيب حصلش. لما اجلت لي ضغطتني. طب لما اجلت له واجلت له تمام ماشي يا سيدي مفيش مشكله خلاص، ما ضغطتوش ليه؟ وبعدين انا مش فاهم برضو، يعني حتى حته بعد كاس الامم الافريقيه قد يكون في البدايه ما هم بيستندوا ليه، يقول لك احنا جمعنا الناس وقلنا لهم ده موسم استثنائي وموسم ما اعرفش ايه وكل يستحمله، مع انه استثنائي برضو على الاهلي بس تمام. لما جات لك فرصه ان انت تنهي ليه سوفت؟ ليه فضلت تاجل 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 تاجل؟ انت ممكن فرصه تجي لك ان انت تنهي، فرصه كبيره ان انت تنهي. وبعدين يقول لك انا همدي لك القيد مثلا 5 6 ايام. طيب ده الجزء المالي. الجزء الفني، هل من حق اللعيبه دي انها تلعب دور ال 32 في افريقيا ولا لا؟ ده مهم جدا. يعني الجزء المالي اللي هو انت بتمد القيد أوكي. عشان ما يبقاش في غرامات، ده جزء مالي تمام، ده جزء مالي. وخلي بالك الاتحاد لما يكون له دور، معلش قبل ما تتكلم في الجزء الفني، الاتحاد لما يكون له دور في المد، عشان المباراه اتاجلت، عشان المباراه السوري بتاعت النهائي، الوداد والترجي. النهائي اوكي، الوداد والترجي. طيب هل هيبقى الجزء الفني برضو في الحسبان ولا لا؟ الجزء الفني اللي هو اللعيبه الجديده تلعب في دور ال 32 ولا لا؟ ده مهم لسه ما تعرفوش بقى الموضوع ده هيمشي ازاي حتى هذه اللحظه. طبعا. طيب مين المسؤول عن التخبط؟